بتاعتك في مخشيه تستر امام الملك. تستر في السيبيرو ماشي مش لسه سيسي. هذه 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 فمية شهور هذه سيسي. ما تخشي في المية تخشي بحال جزء من اليسار المناظر ماشي انت راه قاعد تعشى مش حاضر ذاك الجلال الملك. هذا خطا كبير. بمعنى تقبل انه هو اللي هو اللي هو اللي الملك سميتو هو الاكس الملك تاسس شي حاجه اللي غادي تدخل تحط ولا سلطه اذا تقول تيخص الان النضال من اجل بناء ايضا جبهه موحده للنضال الشعبي تيخش بهذه الاضرار ديال النضال ديال هاد ثلاثه الحركات اللي قلت كيفاش نطوروا كيفاش نجعلوا من نوع حركه تلتقي اللي تطرح الشعار ديال التغيير السياسي حقيقي في البلاد. وهذا الشيء تيتطلب ايضا ما نسقطوش في الخطا. انا في نظري الخطا اللي سقطت فيه حركه 20 فبراير هي انها اكتفت بواحد الشعار اللي هو نقل هو اسقاط استبداد شعار اللي واحد الشعار اللي ما يمكنلكش تقيس بانك حققتي في شي حاجه كما حققتي واحد القطيعه عليك الا وتبقى تردو ما تبقاش عندك تيخش الشعار اللي منين تطرحو تعرف بان يمكنك تحقق منه شي حاجه اللي غتبان ملموسه للشعب واش واش نظنو غادي تخلص فساد هكا وحده غادي ما يمكنش فساد راه الدوله كلها فساد واش السيبان غادي يسقط هكا ولكن هنا فاش انا في نظري كان طرح هذا الشعار القرآن وعدم طرح شعارات اللي يمكن تشكل انتصارات وتشكل قطائع بالنسبه للواقع الحالي. انا تنقل بان الان الشعار اللي خصو يطرح ولكن طبعا ماشي دابا خصها شي هو اسقاط الدستور الحالي والدستور اللي تبرو بالقروض الاستاسيسي. دابا هنا عرفتي خطا اللي بداو فيه مصر تونس اللي خصو يدير تصور هي القوى اللي نظرات الاجنبيه ماشي الانتخابات لان الانتخابات فيها غادي يكون فيها هذاك اللي كان ضد التغيير اللي هما اللي عندهم الفلوس هما اللي عندهم الاعلام غادي يكون فيها هذاك اللي كان متدين غادي يكون فيها النظام كلشي غادي يكون في الانتخابات اذا اللي عنده الشرعيه السياسية الشرعية التورية الدستور هما اللي نظرت عليه الحركة اللي نظرت عليه إذا مثلا تقول بأنه الشعار اللي خصنا نطرحو لأنه من خلال هو سياسي أي تغيير هو سياسي ماشي هو اقتصادي خص تغيير بعد النظام باش عادي يمكن التغيير هو المجلس التأسيسي هو إسقاط الدستور الحالي وبالورة المجلس وبالورة الدستور من طرف المجلس التأسيسي على اساس هذا الشيء اللي قلت شنو هو المجلس التاسيسي. النقطة الثانية هو أنه اليسار خصو يراجع أشكال ديال اللعب. اليسار عملوا فقط منظمات جماهيرية. حتى هذه المنظمات الجماهيرية هي منظمات تتقلص باستمرار. نقابات اللي ما بقاوش شحال كاع كاين في النقابات وشحال كاين من نقابات. إلا خدينا كاع الجوج اللي هما تنقول عليهم مطاولات شحال فيهم وشنو فيهم تنطرحوا بلا نقول فين هي العلاقة بالجماهير؟ العلاقة تخص مباشرة خصنا نقلبوا على علاقة مباشرة قريبة إضافة أنه تكون في هذا الإطار الجماهير ما تعرفناش ما تعرفناش الجماهير ما تقدروش نقولوا البرنامج ديالها تنقولوا البرنامج ديالها في الإطارات الجماهير تنقولوا تنطرحوا قضايا اقتصادية عامة إلى آخره ولا ديال هذيك القوى المتنفذه ولا البرنامج السياسي ديال هذيك القوى المتنفذه داخل ذاك الاطار اللي حتى نعرفوا شنو هي تيخص فعلا هاد هذوك الحركات الدينيه الثلاث البيوت تيخص الاعمال ديالهم باش فعلا كنا نجدرو كنا فعلا نهيئو المجتمع هذا الشيء اللي جاي اولا حركات الاحتجاج الاجتماعي من اساس الحركه. انا سنعتقد ان ما يقع الان
اتحاد بريد الشغل هو مؤشر مهم صحيح حركة النقل تخص أي مناضل يساري حقيقي يتعلم هذا الشيء. إذا هو خلاص وكثير من نشوفوا شعور هذا السي في تي هذا المؤتمر الأخير للأسف أخذنا السي في تي ولكن خصنا نقول هذا إذن حركة اجتماعية بخصوص حركة النقل ولكن أيضا حركة أخرى للناقلة حركة النقلية الحركة ديال المعطلين إلى آخره كل حركات اليومية الشباب الشباب حنا باقي متنعرفوش شنو مع الشباب الشباب راه ماشي بحالنا الشباب راه هو صاحبنا فين خصو تحط العفيف ولكن راه تيجي معاه من المجتمع واحد العدد ديال الامراض ما خصناش الفضول نبغيو يكون بحالنا حنا كنا بحال لي بوان تكون حتى هو بحالنا بحال لي بوان لا هو عنده يمكن يكون شي شيء حنا فاش حنا دورنا كعدد طبيعي الا ما درناش هاد العام ديال احتضان هاد الشاب واعاده تربيته وتكوينه راه هو القوه في القامضه ديال التنميه لان هاد الشيء هو اللي يساعد اكثر مجال ما مازال ما تقلش عائله والولاد والمدرسه هذا مازال قادر انه يعطي يخرج ويموت من اجل اذا هذا هو هذه المساله اللي اساسيه اللي هو المسألة الإيجابية لهذه المرحلة التي أشتري من الحركة الشيء الفرعي هو أنه رصد برز هذا الشيء النظام راه هنا راه يحاول يسطر بانتي يسطر ساحة سنتيمتر نقصان نقصان هذا المهم ماشي المهم ماشي تحليل قبيلة للأسف اللي تعملوا فيه هو الحركة الوسطى خصنا القوة الداخلية ما خصناش معنا ديك النظرة المتعالية هادو شباب ماش كلهم من بروليتاريا الى اخره لا راه داك اللي كنت قلت كنتحول الى تويت لان عنده سخط حتى هو سخط على الواقع ثم الجزائر ديال واحد العدد ديال داك واحد اللي كان مشهور فيها اللي علي الاقوال راه كان يقول حريف الكبار كان هو اللي حاكم على واحد الحي اللي فيه العاهرات الجزائر العاصمه ولكن ولا تويت لان كان اعاده التربيه ديالو ولا داك الحي فهو ولا مع 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 الصوره الجزائريه اذا ما خصناش في الحقيقه هاد الشباب هاد المهم ماشي حتى قولهم نقولوا انهم لعبوا لي شي حقاب ديال الخزان ويمكن يكونوا وطنيه الى اخره يمكن يوليو وطنيه ولكن يمكن يوليو ثوار يوليو ساعتين قتلوا حتى النهايه تيتفجر واحد الشكل سيدي حيت حنا ما كاينينش حيت حنا ما تنقطروش ولكن لا قطرنا هاد الناس تاهو راه غادي تولي واحد القوة الدولية غادي تتغير إذا أنا تنقول هاد التخيل هاد هو ماشي هاد الحركات اللي حنا اللي تنشتغلو هادي النقطة الثانية اللي في نظري مهمة هي ثلاثة ديال جوج حركات ثلاثة اللي ماشي حركة ولكن هي نضالات تتبان وفي بعض الاحيان حتى هي حركات من الحركه اللي تسكن منظمه عند واحد الاطار الى اخره هادو ما عندوش اطارات ولكن عندهم صراع يومي مع السلطه لانه باغي يعيشوا باغي يبيع باش يعيش باغي يسكن يمشي تحت لواحد البلاصه اللي فيها بلاكا الى اخره هادو حتى هما ما عندهم واحد ساعتين من النهار كامل ايضا خصنا بحال يوم قبيله نصاربوا التيئيس قياده التيئيس من الاحباط والتيئيس اللي بدا تيدم حتى صفوف جزء من اليسار ايضا خصنا نناقشوا بشكل عميق وبدون تابوهات كيفاش كيفاش غنتعاملوا مع الحركه الوصوليه المناهضه اللي خصنا واحد الصف خصنا نناقشوا خصنا كيفاش نتعاملوا معهم ناخذوا بيناتنا كيفاش نتعاملوا معهم لان غادي يكونوا جزء فاعل اما غادي يستطيعوا انهم هاد السيروره يتغيروا
يساعدنا في الخير، وإلا أن نتصارع معهم إن شاء الله ولكن يمكنهم مع الخدمة. كان يمنحه إدارة شركة من الشركات التابعة للدولة، فهم كانوا قوة، وأن هذه القوة بالإضافة إلى هذه القوة كانت هنا إلى هذه القوة الحقيقية الموجودة هي العسكر مصر، كانت هنالك قوى أخرى سياسية تم إقصاؤها، في حين أن الانتقال الديمقراطي لكي تضمن له السلاسة ولكي ينجح يجب أن يكون هنالك توافق وإجماع بين مختلف القوى الحقيقية الموجودة في المجتمع. هذا لم يحدث، فكان هنالك محاولة للإسلاميين من أجل استقطاب السلطة وضعوا دستور كما قلت وفقا لأهوائهم ونزواتهم، بقت قوى مقصية، قوى مقصية القوى السياسية التي كانت موجودة زمان، القوى السياسية الجديدة اللي ماشي مسمى واللي ما عندهاش علاقة بالإسلاميين أو ذات الطبيعة ديال المال أو الجيش، أما الذي يفسر لنا غدا هذه الواقعات وعودة الجيش من جانبه إلى السلطة. ولكن أظن بأنه بنصف الخلاصة ديما خلال ديانا قد نجحت في تنحية علي عبد الله صالح، فإنها سقطت هي الأخرى في فخ محافظ. أما في سوريا فالتداخلات الإقليمية والحال الدولية إيران لبنان إسرائيل إلى آخره والدولية الولايات المتحدة والتحفظ الاتحاد الأوروبي تشدد المعارضة شراسة المواجهة التي يقودها بشار الأسد تجعل من الوضع شديد الضرر ومن مسار الطوارئ طويلا وعسيرا في هذه المنطقة. ولكن هذه الصورة اللي حاولت نعطيكم ماشي صورة هي صورة حقيقة سوداوية، مازال تونس كاين فيها واحد التململ إلى آخره، كاين فيها واحد التطور يؤشر على أنه إمكانية الانتقال نحو الديمقراطية، ولكن في باقي البلدان لم يتم النجاح في تحقيق هذا الهدف. ولكن هذا ما يعنيش اليأس أو القنوط، فهنالك إجماع كبير من طرف المحللين كما قلت في الدور العرض ديالي في الولايات المتحدة الأمريكية والخبراء ديال مصر والخبراء ديال سوريا والخبراء ديال اليمن والخبراء ديال تونس، تؤكد كلها أن الربيع الذي أنه مرحلة فقط ما عرفناه هو مرحلة فقط في إطار ربيع قادم، وأن المؤهلات والظروف التي صورتها لكم في البداية حول النسبة للشباب حول البطالة حول مؤشر الفساد حول قيم الديمقراطية لا زالت قائمة شروطها، وهي الشروط التي تمنح آفاق لحراك شعبي قادم أكيد أنه سيستفيد من الأخطاء التي وقعت في حراكه الأول وسينجز الشعوب العربية آملها وآفاقها الديمقراطية. وشكرا.